بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أقسمت في كتابك ببلده فقلت سبحانك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد من لا يدانيه في الفضل أحد. فاللهم صل عليه عدد حسنات الحجيج وصل وسلم وبارك عليه عدد ما أنبتت الأرض من زوج بهيج. صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا وهاب صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب وعلى آله والأصحاب. اللهم لا مدخل إليك إلا من هذا الباب. اللهم فأدخلني إليك من هذا الباب وارفع بيني وبين المصطفى الحجاب وأجمعني به يقظة ومناما يا وهاب. وأكرمني بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلني من عبادك الصالحين وأوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السابقين الأولين المخبتين القانتين الصائمين الصابرين الشاهدين القائمين المستغفرين وأحسن الخاتمة بأحسن ختام بحق فاتح الأبواب يا وهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أقسمت في كتابك ببلده فقلت سبحانك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد من لا يدانيه في الفضل أحد فاللهم صل عليه عدد حسنات الحجيج وصل وسلم وبارك عليه عدد ما أنبتت الأرض من زوج بهيج صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم يا وهاب صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب وعلى آله والأصحاب اللهم لا مدخل إليك إلا من هذا الباب اللهم فأدخلني إليك من هذا الباب وارفع بيني وبين المصطفى الحجاب وأجمعني به يقظة ومناما يا وهاب وأكرمني بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلني من عبادك الصالحين وأوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون السابقين الأولين المخبتين القانتين الصائمين الصابرين الشاهدين القائمين المستغفرين وأحسن الخاتمة بأحسن ختام بحق فاتح الأبواب يا وهاب